وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا الدكتور طاهر نصر، أستاذ إدارة الموارد البشرية بالأكاديمية الوطنية للتدريب. تحياتي لك دكتور طاهر بداية. أهلا بحضرتك، مساء الخير عليكم جميعا. أهلا بك. يعني مثل تلك المبادرات التي تقوم بها يعني جهة من جهات أو مؤسسة من مؤسسات الدولة وهي مؤسسة الداخلية، كيف تقرأ تنظيم تلك الزيارات للأجيال الجديدة للتعرف على المشروعات وأيضا الأماكن الحيوية ذات الدلالات يعني القوية في التاريخ المصري؟ كيف تقرأ مثل تلك المبادرات بشكل عام لمؤسسات الدولة؟ اولا طبعا سعيد جدا بالحديث مع حضرتك، وانا حابب اوضح نقطه مهمه جدا، ان انا كنت موجود في الملتقيات مع الشباب دول من اول ملتقى لغايه اخر ملتقى، وحضرت ليهم كتير، فانا بتكلم من ملتقى معايشه معاهم. نعم طبعا هي مبادره رائعه جدا، ازاي ان احنا نتعامل مع اطفال وشباب صغير كانوا عايشين في مناطق عشوائيه، والمناطق العشوائيه دي اماكن من الدوله المصريه، عشان كده سمينا المبادره ان احنا كلنا واحد، وازاي ان فخامه الرئيس امر بنقلهم طبقا بقى لحياه كريمه في كل المناطق الحضريه الجديده. وكان الفكر الهدف ان احنا مش بس ننقلهم لحياه كريمه شكلا، ولكن شكلا وموضوعا، ازاي ان الشاب والشابه او الطفل والطفله يبقى عنده امل انه يحلم، يبقى امن فكريا. فاشتغلنا على الملتقيات دي من اول ملتقى لاخر ملتقى، ما كانش الهدف بس زياره المشروعات القوميه، كان في هدف اسمى واكبر، ان الشباب دول هم مشروع قومي لبناء ابطال في المجتمع. ويمكن في اخر زياره او المبادره او الملتقى الخامس اتفاجئنا ان الشباب دي تطورت فكريا بشكل رهيب، تطورت سلوكيا اخلاقيا بشكل رائع. يعني كانت الناس واحنا بنزور شركه مواني دبي العالميه كانت بتطرح أسئلة أعتقد إن أكبر منهم عمراً بعشر سنوات ممكن ما يجيش في دماغه الأسئلة دي. هل المشاريع دي هتعود بالدخل القومي على البلد؟ طب أنا إزاي أقدر أشتغل على نفسي عشان أشتغل هنا؟ عدد العمالة المصرية. فبقى يعني أنا دايماً أقول إحنا نجحنا في عبور جديد غير العبور بتاع مصر، عبور اقتصادي. إن إحنا دينا للشباب دي فرصة إن هم يشوفوا بقى، يعني إحنا مش هنقعد نتكلم كتير، لا تعال شوف. وطبعا يعني خليني احكي لحضرتك مشهد صغير في يعني القائمين على مجمع شركات تيدا الصينيه، انا شفت نظره الفخر في الصينيين وهم بيشوفوا شباب صغير زي دول، الشباب دول يعني عندهم نضوج فكري. كذلك نفس النظره اللي شفتها في عيون يعني اخواتنا الاماراتيين والقائمين على شركه موني دبي العالميه، لدرجه ان هم قرروا ان هم يتبنوا استكمال دراسة 10 في أي مكان، يعني من أكثر 10 متفوقين فيهم. فطبعا مبادرة رائعة، ولو بصنا لها بشكل أكبر هنلاقي إن كل شاب من دول بيظهر نجاح الدولة في كل المشروعات، لأن هو حصل على خدمة صحية أهله لعلاج على نفقة الدولة، النهاردة بيدرس في مدرسة رائعة جدا في المكان الحضاري اللي ساكن فيه، عايش بيئة اجتماعية كويسة، عنده مساحه انه يحلم ويفكر، عنده ثقافه، بقى بيخش النهارده المشروعات القوميه مش بيبص وخلاص، بيسال العائد القومي قد ايه، بنصدر قد ايه، العاملين قد ايه. ففعلا حقيقه لا احنا بنخلق النهارده مشروع قومي جديد شباب. طبعا وزاره الداخليه قايمه بدور رائع وخطير جدا، يعني فخامه الرئيس بيدعم المبادره دعم رائع من اول ملتقى لغايه الملتقى الخامس، وان شاء الله اكتر من كده، وحقيقه يعني ميسر علينا كل الامور. يمكن قبل الشباب وزارة الداخلية طبعا يعني بدعم فخامة الرئيس تعمل ملحمة النهاردة الشاب بيقعد مع الضابط أو الضابطة في أي ملتقى حاسس بالأمان، لاقي حد يتكلم معاه، كمان يمكن بيظهر على الشاشات إن إحنا بنروح ننظر معاهم، لكن لا ده في تعايش، مش ملتقى ولا اتنين، في تعايش وفي حفلات، في حاجات بتتعرض وحاجات تانية. لا فأنا شايف حقيقة، ويعني حقيقة بشكر فخامة الرئيس على دعمه الرائع، وكل الشكر والتقدير طبعا لكل رجال الداخليه وعلى راسهم معالي وزير الداخليه القائمين على يعني دعم الشباب دول. الحقيقه كل واحد منهم يسطر قصه نجاح في الدوله المصريه. نعم يعني دكتور طاهر دائما ما يدحض الفكر والثقافه السلبيه تحارب بالثقافه الايجابيه وبنشرها. كما تفضلتم قلت انك عايشت هذه التجارب وهذه المبادرات وطلعت الشباب يعني عين الرؤى، فكيف رايت مدى تاثير يعني مثل تلك المبادرات بشكل مباشر على تصرفاتهم وعلى افعالهم وعلى تغيير وجهات نظرهم؟ ربما الكثير من الكلمات والمحاضرات لا تستطيع ان تفعل ما تفعله المعايشة أو التجربة العملية. أولا بحيث فتك على السؤال الأكثر من رائع، لأن أنا هتكلم خلاله على أربع جوانب أثرت في شخصيتهم. أول حاجة الجانب الاجتماعي،
هو بقى نظرته لأهله ووالده ووالدته نظرة مختلفة، سلوكياته اختلفت في البيت بشكل كبير. رقم اتنين على الجانب الشخصي، هو بقى عنده حلم وطموح انه يعمل حاجة، واحنا بنقابلهم قصة خاصة بواحد كان بيحلم يقابل محمد صلاح، بقى هو عنده احساس انه ممكن يبقى بطل، ممكن يبقى عندنا مليون قصة زي محمد صلاح. فالجانب الشخصي ده عنده كمان اتغير. رقم ثلاثة معدل الوعي، انا مش متخيل يعني ايه نبقى بنزور شركة يعني مواني دبي العالمية ويقوم يسأل سؤال ويقول هي المركب بيبقى عليها كم حاوية والحاوية دي بتتفضل كم يوم. بقى في معدل وعي احنا بنفتقده النهاردة، ممكن ويبقى في واحد طبيب بشري او عامل او مهندس هو مش فاهم غير في حاجته، لا احنا لازم يبقى في وعي عام بالمشروعات اللي في الدولة. رابع حاجة ودي مهمة جدا، جميل انه بدأ يحس ان الدولة بتحبه، الشباب دول في يوم من الايام هم او غيرهم كانوا ممكن يبقوا واقفين ضد تنمية الدولة وضد اي حاجة في الدولة، لا النهاردة هو مؤمن ان الدولة ادت له فرصة وان الدولة بتقول له المشروعات دي بتاعتك، فبقى بيدخل جوه المشروعات بيبص نظرة انا صاحب المشروعات دي، المشروعات دي بتاعتي وانا العمر اللي جاي ليا وانا اللي هشتغل هنا. وده اللي خلاه يسأل يعني الشركات، يعني كان بيسأل الراجل الصيني في شركة جوتشي بيقول له يعني ايه اللي ممكن انا اشتغل بيه على نفسي عشان اشتغل هنا في المصنع ده. فالاربع جوانب دي الحقيقة طبعا نقلة فكرية وحياتية للشباب من وفي وقت بسيط جدا، واحنا يعني يمكن يعني دعم فخامة الرئيس وعشم في وزارة الداخلية ومجهودها، لا احنا النقلة دي على قد ما هي نقلة رائعة، الا ان احنا ان شاء الله بنتوقع الفترة الجاية يبقى فيه شباب أكثر وأكثر ودول يتنقلوا المرحلة أكبر وأكبر. ربما الأهم على الإطلاق في مثل تلك المبادرات، وكما ذكرنا من قبل يعني الدولة المصرية تحارب على كل الاتجاهات وحرب الفكر أو الحرب الفكرية هي الأقوى والأعمق، مثل تلك المبادرات ماذا تأثرها على إعلاء قيم الوطنية وحب الوطن والاهتمام دائما أن الوطن يسعى إلى تقديم الأفضل للأجيال القادمة، مدى يعني أهمية مثل تلك المبادرات لتوعية وتنمية روح يعني الولاء والوطنية لدى الأجيال الجديدة؟ للشباب ولا المجتمع؟ للأجيال الجديدة تحديدا، ربما هي الأكثر يعني احتياجا لمثل تلك التنمية. طبعا هو طبعا زي ما حضرتك بتقولي الأفكار الكثيرة اللي بتقف عائق ما بين الشباب وما بين حبهم للوطن دايما بتشتغل على انها تبني نوع من انواع عدم الاطمئنان، عدم الامان، ان هو عايز يصور لك ان الدوله المصريه بترجع لورا مش بتطلع لقدام. فطبعا اللي احنا بنعمله ده بيشيل الفجوه اللي الافكار السلبيه بتحاول تعملها في عقل الشباب ده، فبتدي له حاله من حالات الطمانينه. مش كده وبس، كمان النهارده احنا بندور على اكثر الشباب احتياجا، يعني انت النهارده بتوصل لاكثر الفئات اللي هي مش متخيله انها تبقى في يوم الايام في حاجه زي كده. انا دايما بقول ان المشروع ده من وجهه نظري هو المشروع الاجمل والانجح على الاطلاق في كل المشروعات، لان الفرد فيهم يعني كل مؤسسات الدوله ادت له دعم. فانا عندي النهارده النجاح من فروم ذا سكراتش، من زيرو ل 100%. فطبعا لا طبعا بيعزز روح الولاء والانتماء، بيخلي البني ادم يبقى فخور ببلده، فخور ان البلد بتديله في عز طبعا يعني الحاله السياسيه اللي موجوده في كل اطراف. يمكن طول النهار الشباب بنفتح نشوف اخواتنا في غزه، بنشوف اخواتنا قبل كده في سوريا، بنشوف لا هو النهارده بيشوف الدوله المصريه قادره تحافظ على مكتسباتها، بتحاول تقدم لشبابها في ظل كل الصعوبات اللي احنا بنمر بيها، سواء ظروف اقتصاديه او محاربه على كل الحدود بتاعتنا او لا 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 هو بيشوف الدوله المصريه بتديله دعم كبير جدا نفسيا واجتماعيا. فطبعا الموضوع ده بيطمن الاهالي وبيطمن الشباب، بيطمن الناس الكبيره وبيطمن الناس البسيطه اللي عارف الشباب دي، لان اللي عارف الشباب دي هو عارف الشباب دي مرت بمعاناه قد ايه. الشباب دي كانت بتحلم باوضه ينام فيها ويقفل عليه باب الاوضه ويبقى امن. صحيح. لا النهارده بيحلم يبقى وزير، بيحلم يبقى ضابط، بيحلم يبقى مهندس. فطبعا الموضوع ده مش هقول بقى بيلغي الافكار، لا هو بيعمل عمليه محو تام لكل الافكار السلبيه اللي بتقف ضد الانتماء للوطن. نعم. والحمد لله ان احنا دلوقتي بقينا بنعمل خطوات استباقيه، خلاص انت النهارده كل حاجه السوشيال ميديا والتلفزيون لا 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 النهارده تقدر تواجه ده وتواجهه بحاجات ملموسه على الارض. فدي نعم. دور كبير جدا يعني. دكتور طاهر شكرا جزيلا لك يعني على هذه الكلمات وعلى هذا الإيضاح، كل الشكر للدكتور طاهر نصر أستاذ إدارة الموارد البشرية بالأكاديمية الوطنية للتدريب.